السلام عليكم ورحمة الله كير حبايبي، لاباس عليكم؟ هانيين كلشي بخير، نتمنوا تكونوا على خير وبخير. الحمد لله على هاد الشتاء وكنحمد الله ونشكره. حبايبي كاين بعض الحوايج ما كنتذكرهمش بزاف، لي مثلا الفقيه تيكون محتاج، خاصة دوك الفقهاء اللي تيكونوا بعاد على والديهم، اللي ما عايشينش مع ولادهم، تيخليو ولادهم وكيمشيو يشرطوا في شي جامع اللي هو بعيد، يعني مساكن عندهم بعض المشاكل. مثلا كيجيبوا لهم الناس الماكله وما كيلقاوش فين يحطوها، تكون خاصهم الثلاجه او حوايجهم ما كيلقاوش كيفاش يسكنوهم، وخاصهم الغطاء. دابا فكرنا انا وفاطمه اللي نمشيو نشريو الثلاجه للفقيه والغطاء. الا كيجيو عند دوك الفقهاء الاخرين اللي كيقراو الحيز ويحفظوه، دوك الناس اللي كيجيو يحفظوا القران ولكن ما كيلقاوش باش يتغطاو. علاش تفكرنا هذه الفكره؟ لان واحد السيد كان جالس معايا ويقول لي، جبت الهضره قال لي شوف الفقيه مسكين يجيو عنده الناس وكرم بالبرد، فهمتي؟ وهذا الشيء علاش حنايا فكرنا نمشيو نشريو ليه الغطاء ونشريو ليه حتى الثلاجه، وتابعوا معنا ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صراحة هاد الثلاجة هادي بغينا ناخدوها للإمام د الجامع، مسكين ما عندوش الوليدات، ساكن في وسط الجامع، تيقول لك كاين شي مرة كيجيبوا له مسكين الماكلة. ماشي ما عندوش الوليدات، ما عايشينش مع الوليدات. لا هو مسكين حتى الماكلة مرة كيجيبوا له مرة كينساوه، كاين شي مرة تيقول لك كيجيبوا لي الماكلة كتلقى جوج المرات يقدروا يجيبوا له جوج الناس. مع كيديروا عليه النوبة الناس ديال الدوار. جوج الناس يجيبوا له الغدا مثلا جوج غداوات. وبعض المرات كينساو يقدر شي واحد تيعول على واحد وما كيجيبولوش الماكلة وتيبقى بالجوع. مسكين واخا نعرف ديك الماكلة اللي غاتشيطلي نديرها في الثلاجة حتى نوصل العشاء ونسخنها وناكلها، ذلك أنا زعما ناكل اللي قسم الله. وقررنا أننا ناخذوا له الثلاجة. واش غادي نقول لكم؟ غادي ناخذوها على ميان لأن هو غير وحده. الحمد لله. حياه نفعو حتى لا جاب الوليدات ديالو راه كافيه الحمد لله. صراحه مانطه زوينه ديال البرد. غير اختار شي حاجه مزيانه بعدا. اللون زوين. لا هي زوينه ماشي زعما اللون زوين وهي زوينه. اش غادي نقول لك؟ كنبغي شي حاجه للناس احسن من هي لي انا. هذه هي الحاجه اللي كندير، ماشي كنقولها، وانما هذا هو المعقول. الطبع ديالك. الطبع ديالي باش تقولها تلفت، لكن ماشي مشكل. المهم غادي ناخذ جوج من هما بعدا، ومن بعد عاود ناخذ حاجه اخرى. هي بحول الله. صراحه هاد السيده هادي عندها حويجات زوينين، بلاطويات، والمشكل جاوني بلاطويات كادو بحال هادو هما ياك فين. اييه بحال هادو. بحال هادو. ها هي سبحان الله. شوف كاين سبحان الله شي حاجه كنتمناها وما كنشريهاش، ولكن كنجلس واحد المده كيجيبها الله. عفوا كما تمني شي حاجه؟ حلم تمني شي حاجه باش تجينا؟ الله ونشكره. لا معك تمني الله ونشكره. صراحه ماشي اي حاجه زوينه عند هاد السيده هذا عندها في المحل، كلشي عندها زوين، ما كاين حتى حاجه اللي كتعيط. وتمنيت الكيسان ها هما جاوني. فين هما ديال الجمعه والدريسيه؟ فين هما؟ ورينا هما. ها هما غير هما مخالفين شويه صافي، ماشي بحالهم ماشي بحالهم، انما كيف كيف. اي كنضحكوا صافي. وفي حقها شنو تمنيت انا؟ الجنه للمسلمين كاملين، هذا الشيء اللي تمنيت، والصحه، والله يشافي المرضى ويرحم الموتى يا ربي. لا لا تهد الحويجات زوينين صراحه كتعمروا. قال لك لي ما شريت نزه. هذاك الشيء اللي كاين، بغينا حتى المشاهدين يشاركوا معنا هذا الشيء. صراحه عندها شي حاجه زوينه ما شاء الله عليها. واخا هاد المنطقه يعني فيلاج صغير ولكن فيه ما يتكال. احنا في درب العامري. احنا في درب العامري ماشي كبير بزاف، انما درب العامري واحد الفيلاج قريب لسيدي سليمان، ولكن شي حاجه واعره. ها انت ما شاء الله البرارد زوينين وتقال. الا قلت لك واحد الحاجه شريت العلاقه ضبطت لي السيده هذه كادو. الله ينورها. الله يجزيها بخير. كما كنتي تمنيتيها. دابا قولي لنا شنو درتي؟ ها؟ لا عندي جوج في الدار. اييه ولكن انا ما تيكفيونيش. اييه اش درتي؟ قلت جيت نشري وحده. وسبحان الله عطاتها لي كادو. شتي؟ خليك الله يحفظك، والله الا ما شاء الله عليها زعما الله يرزقك. الحمد لله. اللهم امين. الثمن ديالها راه شي حاجه. مسكينه والله. لا لطيفه صراحه. طيب لنا شحال ديما كتصايب في الثمن. هاد العلاقه اصلا كنت ناويه اني نشريها، انا شريتها دابا، وهذه ها هي. وباقي حوايج اخرين ان شاء الله بحول الله.
صراحه العين كتعشق كتبغي ديما شي حاجه بزاف، وخاص الكوزينه تكون قدا قداش دي هادشي كامل دي هادشي كامل وراه خاصني ندير كوزينه السطح قدا السطح ما تكفيك. هادو راه مجموعين في الكراتون، هما اللي ديتيهم الكوزينه راه كيتشتو، راه خصك ما عرفتش شحال من الكوزينه. ودابا كي غديري وما قال جميله هي حداك غديري يعني. لا درتي الكسيده ماشي بزاف حتى نرجع دابا شنو دابا واش غنصور ولا نعاونك؟ لا بغيتي لا بغيتي انا ما نعاونكش على جميله، انا شريت جميله دابا هادشي باش دخلتي هنايا غبرتي. ها هي الجميله خديتها ما هي قلت هكا لا جاو عندي الوجوه ونقدر تخصنيها جميله كبيره اللهم لا خذها. بالصحه والراحه بالصحه والراحه. دابا كتقولي كوك باش يقولوا لك الناس بالصحه بالصحه والراحه. وهذيك كنتي خديتي غير وحده صدقتي واخده جوج مالها ندير جوج على الاقل شنو فيها. يلا صافي قدو واحد يقدو جوج صافي زيار دوك المنطقه انا نهزت لك. قضيتي ورجعتي واش الشمس خرجت؟ ديال الشتا نيت ما يتيقش بنادم فهاد الشمس هادي. لو خشتي الشمس راه الريح كيمشي الشجر كيمشي ويجي انت راه الشجرة كتمشي وتجي. ولا قلت لك واحد الحاجه هذاك الجبل كيبان احمر اييه بالشمس لان علاش دابا هذاك ما كاينوش فيه النبات راه ها النبات كاينوش شي حاجه اللي مسطحه اما اللي ها عمر ما ينوض فيه النبات كيتشوف هنا البصل مسطحه انت شو تبارك الله الزرع واسمع محمد الرسول تاع علينا اش جات؟ وين اخر سعدة؟ انا خدها يا بطا محمد لاباس انت بخير؟ ناس لا وخليت هذاك اللي قاعد تفهموني اه جاي جاي